في كتابه البحث عن الذات. الذات، أيوه، شن عليك الرئيس الراحل أنور السادات هجوما حادا فيما يتعلق بدعوتك إلى الديمقراطية وعودة الحياة النيابية وعودة العسكر إلى سكناتهم، واتهمك بالديكتاتورية، وقال خالد محيي الدين الشيوعي المركزي الذي حاول استخدام سلاح الفرسان تحت ستار عودة الديمقراطية معتقدا أن بإمكانه فرض ديكتاتورية اليسار التي تحيل البشر إلى عجلات في آلة لا هم لها إلا طحن الإنسان والقضاء عليه، وأطلق على ما قلت به وصف فتنة الفرسان التي كشفت على حد قول الرئيس السادات مزايدات المزايدين من الضباط والسياسيين. لماذا هاجمك السادات بهذا العنف؟ والله يسأل السادات. أنا عندي اللي قمت بيه في مارس 54، أيوة، هو محل تقييم المؤرخين، أيوة، والسياسيين. فاللي يقول إن أنا عملت كده عشان أبقى ديكتاتور يساري، لو كنت أنا عايز أعمل ديكتاتورية وكان عملنا انقلاب عسكري، أيوة، وجاء واتصل بي عدد من الضباط بعد أحداث مارس يطلبوا إن احنا نعمل انقلاب عسكري، ما رضيتش. أيوة، احنا هنتكلم في الموضوع. فالتقييم ده انا ورسالتي يقول زي ما هو عايز، وكل واحد من اعضاء مجلس الثوره يقول، والتاريخ هيأرخ تقييم حركه مارس وتعبيراتها. يعني هي بتعبر عن ايه؟ هل هي ديكتاتوريه ولا ديمقراطيه؟ هو اعتبرها انور السادات فتنه ديكتاتوريه زي بعض زي بعض زي بعض، حقه ده حقه، وانا ما بعتبرهاش كده. ايوه، وده الفرق. بتعتبرها حركة ديمقراطية، أي، تعبير عن تيار رئيسي في القوات المسلحة يدافع عن الديمقراطية، وده بيعكس ان ثورة يوليو ما كانتش كلها مع حكم معين، يعني معناه وجود حكم تيار الفرسان وتيارات مماثلة له في الأسلحة الأخرى، أي، تعبير عن ان في تيار ديمقراطي داخل ثورة يوليو. بس لكن تطور الصراع إلى أن بكى رئيس الجمهورية محمد نجيب وقال لضباط مجلس قادة الثورة إذا كنتم تريدون أن أرحل فأنا مستعد للرحيل. تعاطف معه بعض الضباط وبكوا من فرط التأثر. ده قبل الاستقالة. أيوة، ما أسرار هذه الجلسة يا فندم، جلسة الدموع والبكاء الجماعي؟ ده لما جم يعملوا عبد الحكيم عامر قائد عام، أيوة، ويعملوا هو رئيس جمهورية، أيوة، يعملوا غدادي وزير حربية، أيوة، في الجلسة دي، أيوة، هو كان معصلك، انا عبد الحكيم عامر بقى قائد عام، ايوه، محمد نجيب كان معصلك، وكان معصلك ان بغداد يمسك وزير الدفاع، لان هو كان ماسك وزير الدفاع وقائد عام ورئيس جمهوريه، يعني سلطات كتيره، فهو قاوم، فالمجلس اصر على الموقف، فهو بكى. بعض الناس بكت معاه لكن تنازل في الاخر. رئيس الجمهوريه يبكي والضباط حواليه يعيطوا؟ لا، يعني متأثرين، يعني هو بيقول لهم اذا انا عملت كل ده لخدمتكم وخدمة الوطن، انتوا شايفين ان انا همشي امشي. وبكى. طبعا حس مش قادر يعمل حاجه، ما معاش. في النهايه قالوا له لا، بس انت هتبقى رئيس جمهوريه، لازم الديليجيشن اوف باور وبتاع. رضخ. بس يعني جلسه لا تنسى دي. بس وصل الامر بعد ذلك في يوم من الايام ان جمال سالم عضو مجلس قيادة الثورة اقترح قتل محمد نجيب. يعني كيف يتطور يعني الصراع الى اساليب القتل، عصابات يعني المافيا وقطاع الطرق؟ يعني مجلس قيادة الثورة ايه اللي يقول يلا نقتل رئيس الجمهورية؟ مجلس قيادة الثورة معلش واحد من مجلس قيادة الثورة. طب ويعني ما يقول، ما هو ردوا عليه وقالوا لا، ليه بنتضخم المسألة دي؟ الناس اللي ماسكه البلد يعني. طب واحد واحد يعني يقول لك يعني رئيس الجمهورية هيلخبط لنا الدنيا، انا موته وموت معاه. قال لك موته وموت معاه. فرد عليه بغداد قال له لو عملت، قال موته ولا اقتله؟ اقتله واموت معاه، حاجه زي كده. ايوه، فبغداد يرد عليه على فكره وقال له اذا بدينا كده يبقى هنروح احسن نمشي. انا هقتل وده هيقتل. ايوه، فقال انا بس بقول لك، بقول كده تعبيرا عن رغبتي وحبي للبلد ورغبه ان محمد نجيب ما يلخبط لناش العمليه. يعني انا مش شايفها قصه خطيره يعني. يعني كلام في جلسة، أيوة، مش بيتكرر في جلسات وسياسة منهجية ناس بتقتل.
يعني هو يعني كلام كلام يعني. كلام.